بسم الله الرحمن الرحيم. حسب الله ونعم الوكيل. انا اخو خلود نزلت يوم الثلاث الساعة 8:30 صباحا من البيت، راح كليتها زي اي طلبة. اتخطفت ومعرفناش عنها حاجة، اتصلنا بيها مع العصر لقينا التليفون مقفول. حاجة بقيت اتصل بيها تاني التليفون مقفول، بعد كده التليفون اتفتح الساعة 5، رد علينا واحد قال أنا أمانتكم معايا وفي الحفظ وفي الصوم، أنا طالب 2,000,000 جنيه عشان تاخدوا أمانتكم. فصل السكة، أنت مين مفيش، والتليفون اتقفل. بعدها بساعة بالظبط جت لي رسالة بتقول خلي ياسين بيه يجهز 2,000,000 جنيه وما يدخلش الحكومة، لو دخل الحكومة هبيح أعضاء بشرية، ومعاك مهلة لحد يوم الخميس، ولو انت سألت احنا ايه مش هنسأل، ولو انت مسألتش احنا مش هنسأل. ده اللي حصل. طلعت في نفس اليوم رحت الكلية بالليل، الكلام ده بعد الرسالة. طبعا الرسالة جت وانا في الكلية هناك، اللي بعد التليفون مباشرة انا طلعت على الكلية. فكنت في الكلية هناك وحاولت هناك اصحابي اقول ما جتش النهاردة، الناس قالوا احنا ما شفناش النهاردة. تمام. بعد كده طلعت على البندر قسم اول، راح اقول له انت تبع قسم تاني عشان السكن. رحت عملت محضر في قسم تاني هناك، اخذوا اقوالي واقوال الحجه امي وبتاع دلوقتي، وبيجي قلت لهم ان جات لك رسائل تهديد. جات لي رسائل تهديد، شافوها وجابوها وكتبوها في المحضر. والرساله موجوده، هات التليفون. الرساله موجوده تمام سيادتك، ومكتوب بتاريخ الرسالة، يعني الرسالة مكتوبة من تليفون خلود، والمكالمة جت من تليفون خلود. احنا كلمنا خلود على تليفونه، فالرسالة جت من تليفونه والمكالمة كانت على تليفونه هي. وسيادتك رحت طبعا، رحت عملت محضر قلت لهم انا كل ما في الامر اهم حاجة عندي ان انا عايز اعمل تتبع للتليفون. طبعا التكنولوجيا اكيد طبعا الكلام ده هم عندهم خلفية عن الكلام ده، عايز اعمل تتبع للتليفون. قالوا لي المحضر بعد 24 ساعة، ممكن طبعا معاليك والناس كلها عارفة طبعا القانون اللي احنا بنتكلم. انت عملت اختفاء ولا تغيب محضر؟ عملت بتاع ده يعني خطف. مش تغير، خطف. ما ده الدليل ايه؟ المكالمه والرساله. ست تمام. اكتر من كده ايه تاني دليل؟ بس انت شكيت في الشخص ده؟ انا بيجوا يسالني، انت في حد، هم بيسالوني كان في حد متقدمه، انت ليك عداوه؟ قلت ماليش عداوه، انا رايح في السوق. بس ماليش عداوه، عايز حد عايز يطلبها بس، يعني حد اتقدم لو انت رفضته. بالظبط. قلت له اتقدم لي، كان اتقدم وقال لي طب انا عايز اعرف واحد اتقدم لي اكتر من مره. قلت له ايوه في واحد اتقدم لي 3 مرات واحنا رفضناه. بس سيادتك اتقدم 3 مرات واحنا رفضناه، وهي رفضته. وهي رفضت، هي سيادتك رفضت. وادي الرساله، ادي الرساله معاليك اهي. تمام، هو ده تكملتها. استنى، ادي تكملتها، اتفضلي. تمام سيادتك. تمام، ودي تاريخ حضرتك الرساله، ادي الرقم التليفون بتاعها، التليفون اهو. ودي حضرتك تاريخ الايه اللي هو الرساله نفسها. بس انت الطب النيابه والطب الشرعي كنت عرفت؟ الطب الشرعي، عرفت بتاع دهاتي من ليهم لما كنت في النيابه، لما عرفت خبر الوفاه. حسب الله ونعم الوكيل. في النيابه نفس الطب الشرعي، ربنا يرحمها، كانت متكتفه ايدين ورجلين. كان في بلاستر على حلبه بجحا، اترمت في كرتونه في الصداقه. مامة خلود تقولي حاجة مثلا؟ عايزة تقولي حاجة؟ أنا عايزة حق بيه، عايزاش حاجة غير حق بيه. زي ما راح أتغدر عايزة حق بيه. أي أم التاني، أي أم، بناشد أي أم، أي أم، أي مسؤول، أي إنسان عنده قلب، أي إنسان عنده رحمة يحس باللي أنا فيه، وعايزة حق بيه.
مش عايزه اي حاجه، عايزاش غير حاج بيتي، عايزه حاج بيتي يجيبوا له القانون، مش عايزه حاجه. وانا احتسبت عند الله شهيد. خلود خلود وهي خلود، خلود كانت ختمه القران، خلود وهي خلود حافظه القران وباين على لبسه، والحمد لله رب العالمين. الشارع كله بيحب خلود، اسال على خلود فيا، الكليه كله بيحب خلود، اسال على خلود فيا. ما شاء الله سيره طيبه يا ست، كل الناس كلها واقفه معانا، يمكن عشان خاطر الله وسمعتها. الحمد لله يعني، اسال على خلود، ما عايزاش غير حق خلود، حسب الله ونعم الوكيل، بس فيش غير حق خلود. فوضت امر لله اللي يجيب لي حق خلود، حسب الله. ويوم ما رن انا اللي بقيت اتابع التاني، بقيت ارن قلبك جات العصر ما جاتش، بقول له هاتي بس التليفون، رن رن رن، التليفون مقفول مقفول مقفول. فتح التليفون بقيت ارن كنسل، يرن كنسل. بعد كده راح التليفون بقيت على طول على طول. حسيتي في حاجه مش مظبوطه؟ انا قلت مش حاجه، قلبي كان على ضناين، مش معاه خلود، مش معاه تتاخر. بتروح الكليه وبتيجي ما فيش، بتخلص محاضرتها ما فيش، مسكت السكه. رحت رحت بعد كده راح فتح التليفون، رنيت، رد علي واحد، انا بقول له الو، هاي خلود. قال لي امانتك عندي، امانتك اللي بتدور عليها عندي، وتحضري لي 2 مليون. طب انت مين؟ انت مين؟ ما رضيش يرد، راح قفل التليفون، التليفون بنتي قفل لحد النار. طبعا خدت بعضي وطلعت، طلعت على كليه، الكليه اللي هي فيها. قابلت هناك الناس وقابلت اصحابها، قالوا خلود ما جتش الكليه، خلود ما جتش الكليه، ما وصلتش. ماشي، الرساله انا وقاوة هنا جاتني، مين شاف الرساله؟ عميد كليه الهندسه. شاف الرساله، هي وهنني شاف الرساله في الكليه هناك، شاف الرساله واصحابها شافوا. وانا ممكن عندي استعداد اخذك واطلع بك على عميد كليه الهندسه، عايزه حق بنتي بس، حق خلود بس. اللي عنده ضمير وعنده ابوءه وعنده شهامه يجيب لي حق خلود. اي حد بيشهر بيها اخوك كبير، اخوك كبير عاصم مصطفى. اي حد بيشهر بيها ويقول كلمه غلط، حسب الله ونعم الوكيل. هو الوكيل المصطفى في كل اللي جيب سيرته خلود بالغلط. اختي خطفوها تمام مقابل الماده تمام، وما راحتش بمزاجها زي ما قالوا، ولا اتبعت تمام. اختي كتبوا نفسها تمام، وحسب الله ونعم الوكيل في اي حد يقول كلمه غلط. هذا اللي حصل معك، وانا الوحيد اللي شفته. انت اللي تعرفت عليها في المشرحه؟ في المشرحه، وانا اللي دخلت عليها ساعه الحادثه، وانا اللي شلتها تمام. وما جت حاله الجثمان متكتف متكتف ايدين ورجلين تمام، وملفف بلاستر على وشها، الراس كلها، الوش كله مبسطر من الحواجب لغايه الدم تمام، من كتر خوفه قاعد يبسطر تمام، لغايه لما رحت لها. وكان تقرير الطب الشرعي ان هي ماتت اثر الخنق. الخنق تمام كده، كتم نفس نفسها اتكتم وتوفي تمام، وسليمة وما حدش لمسها. وبكرة عذراء تمام، بكرة عذراء الطب الشرعي، طبيب الشرعي قال كده، وانا وفي النيابة طبيب وكيل النيابة تمام. قال لي بنتك، بنتك شريفة يا حاجة، وبنتك وزي الفل، هو يا امي ما تقلقيش. الرئيس وكيل النيابي قال لي وانا هجيب حق خلود، انا بناشده بقول له هات لي حق خلود. اي حد يجيب حق خلود، احنا بنناشد الناس كلها، بس اي حد، اي مسؤول، بس اي حد، اي حد، اي حد. انت لو عرفت خلود جيب لي حق خلود، انت هتطلب حق خلود. يعني فاهم رحنا فيها احنا، ان هي ماتت مقتوله، وان هي الفرقه اللي احنا فيها دي، الاخت بدل ما زف عروسه، زف راحت فينها. ادي خلود، مش مصدقين؟ تعال افتح لكم ادلاك خلود، شوفوا الستايل لبس خلود، شوفوا الادب والاخلاق خلود. بنت ملتزمه، خلود على اسم مسمى ونعمه تربيه، اسال عليها في كل الدنيا. اي حد يعرف خلود اساليه، او ببعتك لناس مخصوص، انا ما اعرفهاش، روح اسال على خلود. شفتي؟ تربيه، ومعنى التربيه صلاه قران، بتنام وهي على الرقية الشرعيه جنبيها، لازم القران تنام وهي صنع القران. يعني مش خلود، مش البنات المتبرجة، مش خلود. أنا بسألكم أهو، وكل اللي عايز يوقف جنبي يجيب لي حقه، وفوضت أمر لله، وحسبي الله ونعم الوكيل اللي مش يوقف جنب خلود. صلينا